على علب البلاستيك هذه يعتمد في إعالة أسرته. يغدو باكرا لجمع نحو 50 علبة من شوارع المخا ليعود مساء بدولارين أو أقل لسد جوع أطفاله في مخيم النيابة. وضع عبد الله أحمد كحال عشرات النازحين الذين هجرتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم في الحديدة وتعز غربي اليمن. لقط لي ذبابة، لقط لي قصع على أصرف حالي، يحصل من القصع هذه يعني يطلع لي 500، يطلع لي 1000، أحيانا يطلع لي 800 على قدر الإمكانية على المعيشة. أعيش بمشي حالي، شلوا لي بالكيلو دقيق وأكل جهالي. هربنا من المعاناة، يعني عانينا بحاجة أسلوب مش حلوة، هربنا. هربنا من الحسينة لهنا للمخا، جوع هنا، كنا ما نقدرش نخرج نجيب لعيالنا أي شيء. لأن مكان منطقة حوتا. وإحنا المسلمين ما نرضاش على نفسنا بالسوء، هربنا. أكثر من 50 عائلة يمنية تعيش في مخيم يوشك على الانهيار، ومع ذلك ترى بوضعها القاسي أهون من العيش في ديار طوقت بالألغام ومحاصرة بقناصات حوثيين يترصدون حياتهم كل يوم. نزحت من الحوثي ومن عذاب الحوثي ومن تصعيب المعيشة ومن كل حاجة، نعاني من كل حاجة. وبحسب تقرير أممي فإن أكثر من مليون شخص نزحوا من محافظة الحديدة بسبب الانتهاكات الحوثية، وارتفعت موجة النزوح خلال نوفمبر الماضي إلى أكثر من 70%، لتكتظ مخيمات النزوح في المناطق المحررة بالحديدة والمخا بأكثر من 800 عائلة. قصص مأساوية تعيشها الأسر النازحة داخل هذه المخيمات بعد أن هجرتهم الميليشيات الحوثية من منازلهم في خطوط تماس الحرب. معاناة تختزل بؤس الحياة في ظل الحرب الحوثية. هال سعيد، العربية، من مخيم العليلي جنوبي الحديدة.